لا يكاد يمر يوم إلا ويشهد العراق فيه أعمال عنف تحصد المزيد من الضحايا. الإرهاب ضرب اليوم مجددا بلاد الرافدين حاصدا المزيد من القتلى والجرحى، وفيما تبدو الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات غير كافية أمام المخططات الإرهابية، يبدو جليا أن ما تشهده المنطقة من أحداث يؤثر في الحالة الأمنية واستقرار العراق على نحو كبير. إذا نبدأ من تفجيرات العراق، فقد أفاد مراسل الميادين في بغداد بمقتل نحو 40 شخصا وبجرح عشرات آخرين في 10 انفجارات هزت أنحاء مختلفة من العاصمة العراقية بغداد. وأوضح مراسلنا أن الانفجارات ناجمة عن سيارات مفخخة استهدفت أحياء أور والشعب والمشتل وسبع البور والنهروان. وفي الموصل قتل 12 شخصا بينهم جنود وأصيب 20 آخرون لدى انفجار سيارة أمام مصرف أثناء تسلمهم رواتبهم منه. ومن العاصمة العراقية ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد الدكتور حسن سبتي. دكتور حسن، يعني لو بحثنا في الأسباب وراء تزايد الانفجارات في بغداد أو في العراق عموما، ما هي؟ الحقيقة يعني تعود الانفجارات إلى مجموعة عوامل، قسم منها دولية وقسم منها إقليمية وقسم منها داخلية. الإقليمية تتعلق بنظرية الفوضى الخلاقة التي سعت إلى تفتيت المجتمعات، خفق الهويات الإثنية وتفتيت ما هو مفتت، وهذه نظرية قديمة ظهرت منذ وقت مبكر السبعينات وطرحت من قبل جوندل إزرائيل في طرحة للدكتوراه باستخدام القضايا الإثنية لتفتيت المجتمعات ودورها في العلاقات الدولية. والقضية على المستوى الإقليمي هي انقسام المجتمع العربي إلى انقسام مفرقي يتعلق بالانتماءات الطائفية، وهذه القضية ظهرت منذ وقت مبكر، يعني منذ ظهور الحركة الوهابية عام 1753 وظهور الدولة الوهابية الأولى، ثم ظهور التيار عن الإخوان المسلمين، تيار يتعلق بما يسمى بالهجرة والتكفير، وهذا تيار رفض الحياة البرلمانية والنيابية ودعا إلى إقامة مجتمع إسلامي. طيب دكتور حسن، لو بحثنا في الأسباب الحالية، يعني التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا ربما الأزمة السورية وما يحصل وتداعيات هذه الأزمة على مختلف المحيط، هل هناك من ارتباطات جدية ومباشرة بهذه التفجيرات عموما داخل بغداد داخل العراق عفوا؟ بالتأكيد، يعني عملية إثارة الاضطرابات الطائفية والمسلحة في سوريا انعكس على العراق بجانبين، الجانب الاول هو تداعيات هذه الازمه وعلاقه ما يسمى بجماعه النصره ودوله العراق الاسلاميه للعراق وبلاد الشام. نعم. التي اتخذت لها قاعده اساسيه في الانبار وقسم من الموصل، وهذا ما يفسر انه التفجيرات قسمها بالموصل. نعم. بالاضافه الى محاوله اضعاف المركز السياسي العراقي في بغداد. ايضا اقامه احتراق طائفي داخل العراق ومحاوله تجهيز هذا الطرف وذاك الى هذه الجهه وتلك وتاني انقسام افقي ممكن ان يشكل قاعده او قاعده خلفيه للجماعات الاسلاميه المتطرفه في سوريا. نعم. كلما زاد الضغط على الجماعات المسلحه في سوريا فقد يرجع قسم منها الى العراق او يحاول اضعاف السلطه العراقيه لاتخاذ ملاذات امنه. نعم. وبشكل خاص الصحراء العراقيه الغربيه. ايضا هناك تدخل خارجي من دول اقليميه تسعى الى اثاره الاضطرابات السياسيه وشارة التجربه العراقيه، خاصه مثل العراق لانه ديمقراطيه مثاليه بل فوضويه، يعني بالمعنى الفكر السياسي في بعض المعاني. نعم دكتور حسن، وبالتالي عمليه نعم الدكتور حسن، يعني تتحدث عن دول اقليميه، من هذه الدول الاقليميه؟ يعني كنا شهدنا في الاونه الاخيره تطور في العلاقات بين تركيا وبين العراق، خصوصا بعد اتهام الرئيس المالكي بان تركيا هي من تتدخل في الشؤون الداخليه وتضغط في الوضع الامني ايضا داخل العراق، من هذه الدول برايك هي التي حقيقه كل هذه الدول، يعني تركيا، قطر، السعوديه، وإنما حتى يعني مجامع اجتماعية وعملية جمع تبرعات فيها الجوامع وبعض المنتديات وبحث عن هنا حتى ضمان اجتماعي، ولكن الحقيقة هي لدعم قضايا إرهابية حصل في العراق مبكر بعد 2003. أيضا تركيا العراق إلا بعد أن وصلت لها أيادي الإرهاب بالتفجير، واحتمال تساعد هذه ان تركيا
نعم كثير من الشيعة العلويين يعني نعم دكتور حسن نعم دكتور يعني ايضا قطر دكتور نعم. دكتور حسن اعتذر لرداءة الصوت، كنت معنا من بغداد استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد الدكتور حسن سبتي، شكرا لك. سياسيا اتهم رئيس الحكومة العراقية نور المالكي معارضي العملية السياسية باستغلال الفساد الإداري والمالي في الدعاية الانتخابية المضادة للحكومة، وقال إن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون سيئة، لافتا إلى أن المواطن العراقي غير حريص أو محب للحكومة بسبب ما لاقاه من الحكومات السابقة. أفاد مراسل الميادين في سوريا بوقوع مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين داعش ومقاتلين كرد شمال بلدة اليعربية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على 4 قرى في محيط اليعربية إضافة إلى معبرها الحدودي مع العراق، لكن الجيش الحر نفى سيطرة المقاتلين الكرد على المعبر، وقال لواء التوحيد إن المعبر ما زال تحت سيطرة مسلحي المعارضة، مشيرا إلى اشتباكات عنيفة مع الأكراد هناك. وفي الجزء الشرقي من ريف حمص الجنوبي شهد محيط قرى صدد ومهين والسخنة مواجهات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. قرية صدد كان قد هاجمها مسلحو المعارضة قبل أن يعيد الجيش السوري سيطرته على غالبية أحيائها. ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا طارق علي. طارق، لو وضعتنا في الأجواء خصوصا في محيط صدد. نعم، لكن الحديث عن صدد دينا أولا أريد أن أبدأ من الأهمية الاستراتيجية لهذه القرية التي تقع جنوب جنوب شرق حمص. هي تعتبر ممر أساسي يصل القلمون ببلدتي مهين وحوارين، وأهمية السيطرة عليها من قبل المسلحين تأتي من قطع طرق إمداد الجيش نسبيا لنقاطه العسكرية المنتشرة في الصحراء سوريا. أما في الوضع الميداني في البلدة فقد سيطر الجيش مؤخرا على الحي الشرقي بشكل كامل، وتم قطع طريق مهين صدد بحسب المصادر العسكرية هناك. أما الحي الغربي ما زال يشهد مواجهات واشتباكات حتى الآن. المصادر العسكرية تتحدث عن تواجد عدد كبير من القناصين في المنطقة، ما يصعب عمليات الجيش هناك. أيضا يمكننا القول بأن جميع كنائس البلدة باتت تحت سيطرة الجيش السوري. سقط اليوم حوالي 10 جرحى في صف الدفاع والجيش السوري. أيضا عن أحوال المدنيين في القرية، فيمكننا القول أيضا بحسب مصادر ميدانية فأن 90% من المدنيين تم إجلاؤهم حتى اليوم. نعم، طيب طارق، تتحدث عن أن هذه المنطقة صدد أو هذه البلدة تتوسط القلمون أو في الطريق ربما على الطريق إلى القلمون، هل نستطيع أن نقول من خلال ذلك بأن المعركة في القلمون اقتربت خصوصا مع ما كان يحكى عن تحضيرات لها؟ نعم، في الحقيقة أن المعركة الآن في صدد هي جزء رئيسي وأساسي لا يمكن استثناؤه من المعركة التي ستشهدها القلمون بحسب ما بدأ يلوح في الأفق. قلت لك سابقا بأن الهدف هو كان إمداد طريق تواصل بين القلمون ومهين. مهين البلدة التي تشهد توترات بين الحين والآخر. بسيطرة الجيش السوري على صدد يكون قطع الطريق نهائيا باتجاه البادية السورية من القلمون، وبالتالي استحكم وأحكم طوقه على الطريق الدولي من جهة صدد باتجاه القلمون انطلاقا من حسياء. نعم، طارق علي مراسل ميادين حدثنا من حمص، شكرا لك. وفي الغوطة الشرقية لدمشق أعلن الجيش الحر مقتل أكثر من 20 شخصا في مواجهات مع الجيش السوري. تنسيقيات المعارضة أشارت إلى استمرار الاشتباكات في المليحة وزملكة ودوما ومناطق أخرى من الغوطة. إلى ذلك أعلنت حوالي 20 مجموعة مسلحة من المعارضة السورية أعلنت رفضها مؤتمر جنيف 2. وقالت المجموعة في بيان تلاه باسمها زعيم ما يعرف بكتيبة صقور الشام أحمد عيسى الشيخ، قالت إن مؤتمر جنيف 2 حلقة في سلسلة ما وصفه بمؤامرات الالتفاف على مطالب الشعب وحذرت من حضوره. في المقابل، رأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أن مجموعات المعارضة السورية هذه غير قادرة على العمل من دون مساندة من الخارج. بوشكوف في تغريدة له اليوم على موقع تويتر قال أن ممولي المعارضة السورية المسلحة هم الطرف المهتم بإحباط مؤتمر جنيف 2. ومن دمشق ينضم إلينا مفادنا حسين نور الدين. حسين، لو وضعتنا في آخر التطورات الميدانية في دمشق ومحيط دمشق أيضا.
نعم دينا، أبرز التطورات الميدانية هي عدد من الاشتباكات دارت في مناطق مختلفة بالعاصمة ومحيطها. أهم هذه الاشتباكات دارت في جوبر، حيث استهدف مسلحو الجيش الحر نقاطا عسكرية للجيش السوري في تلك المنطقة. تبع ذلك عدد من الغارات التي قام بها الطيران الحربي السوري. أيضا دارت اشتباكات في حي القابون وهو أحد أحياء العاصمة السورية. أيضا كذلك كان هناك عدد من الغارات في منطقة زملكة وعربين في محيط العاصمة دمشق. أما أبرز الاشتباكات فقد دارت في منطقة درية جنوب غرب العاصمة، هي منطقة متاخمة مباشرة لأحياء العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية. مسلحو المعارضة ومنذ أيام يعمدون إلى خطة للوصول إلى طريق درعا دمشق، وذلك في إطار كسر الطوق المفروض على تلك المنطقة منذ نحو سنة. اشتباكات عنيفة تدور بين المسلحين والجيش السوري الذي يحاول منع وصول هؤلاء المسلحين إلى طريق درعا. أيضا تطور لافت كان في منطقة السيدة زينب وهو في استهداف جبهة النصرة لأحد النقاط العسكرية في حي البيرقدار، حيث تمكنت جبهة النصرة من التسلل إلى هذا المبنى العسكري المشرف وتفجير هذا المبنى وتسويته بالأرض. بعد هذه التطورات في دمشق ومحيطها، أود أن أشير إلى الموضوع العسكري الأبرز في المنطقة الجنوبية للعاصمة وهو في درعا، حيث تدور اشتباكات في حي المنشية بين الجيش السوري والمسلحين المعارضين. أيضا هناك قصف مكثف من الطيران الحربي والمدفعية السورية لأماكن تواجد المسلحين في درعا ومحيطها. يأتي ذلك بعد يوم من سيطرة المعارضة بفصائل مختلفة على ثكنى الطفص العسكرية قبل درعا بعدد من الكيلومترات، واغتنامها عدد من الأسلحة وبينها صواريخ موجهة مضادة للمدرعات. نعم حسين نور الدين، مفدى الميادين إلى دمشق، شكرا لك. رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني قال إن أكثر من 210 أشخاص سافروا من ألمانيا للقتال في صفوف مسلحي المعارضة في سوريا. وكشف رئيس الاستخبارات الألمانية أن 10 أشخاص من هؤلاء قتلوا في سوريا وأن 50 منهم عادوا إلى ألمانيا، بينهم متشددون قادرون على ارتكاب أعمال عنف خطيرة، مشددا على ضرورة مراقبتهم عن كثب. وتضامنا مع أبناء بلدة صدد في ريف حمص وجميع المختطفين الذين تحتجزهم المجموعات المسلحة رهائن، أقامت بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس صلاة ووقفة شموع أمام كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بدمشق. المطران متى الخوري وفي كلمة له وجه شكرا إلى الدول التي وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب. اجتمعنا اليوم كلياتنا بقلب واحد لحتى ناشد المجتمع الدولي، نطالب بتدخل سريع للإفراج عن كافة المخطوفين، كافة المدن المحاصرة، كافة الأسرى المدنيين المحتجزين تحت سلطة الإرهاب. احتدام المعارك في سوريا يتزامن مع استمرار الجولة الإقليمية للموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي يزور دمشق غدا في إطار جولته الإقليمية تمهيدا لعقد مؤتمر جنيف 2. الإبراهيمي التقى في طهران الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أكد أن بلاده لن توفر أي مساعدة لوقف النزاع في سوريا، ولفت روحاني إلى مشاكل كبيرة تواجه مساعي السلام هي عدم توحد المعارضة السورية ووجود مجموعات إرهابية في صفوفها وعدم توحد الموقف الإقليمي والعالمي. بدوره انتقد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني بعد لقائه الإبراهيمي، انتقد دعم بعض الدول للمجموعات المسلحة في سوريا واصفا هذا التدخل بغير المبرر. يغيب التعليم تقريبا عن مخيمات اللاجئين السوريين في مخيمات إقليم كردستان في العراق نتيجة ندرة أماكن التعليم وندرة الأساتذة أيضا، حيث سجلت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن 9 من كل 10 أطفال لاجئين محرومون من الدراسة. هم ينظرون بعيون يسكنها الضياع إلى مستقبل يسرقه شبح الأمية. فالعام الدراسي بدأ وأطفال مخيم كوركوسك افتقدوا لجرس المدرسة
أتمنى أنه نرجع على سوريا على المدرسة نلعب نحن من رفقاتنا. و زين شو تبنى تصير من تكبر؟ نصير ساتسي. إيفين قبل أن تضطر إلى مغادرة سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك كانت مؤهلة للقبول في كلية الحقوق بدمشق. ها هي اليوم تقلب صفحات كتابها الذي بقي خير جليس لها في هذه الخيمة بعد أن بات أمل مواصلة دراستها في العراق حلما بعيد المنال. كل طلاب سوريا الظرف ما سمح لهم يكمل الجامعات، ويعني مشاكل المناطق الكردية هلأ صارت أكبر، يعني إن شاء الله نكمل الجامعة. قلت لها بابا الجامعة ودمشق انسي، فقلت لها ما أقدر أخاطر بيكي على التعليم شيء مهم بس حياتها أهم. التعليم بالنسبة للاجئين هو المفتاح لحياة كاملة، لكن يبقى السؤال ما هو المصير الذي ينتظره هؤلاء حال إكمال دراستهم الابتدائية؟ إذن جاء أبو كاوا من القامشلي إلى أقليم كردستان هربا من العنف والرصاص والقتل والترويع، وكله أمل في حصول أبنائه وبناته على تعليم هنا في أربيل. من داخل مخيم كوركوسك، محمد كريم، الميادين. في مدينة طرابلس شمال لبنان قتل شخصان صباح اليوم نتيجة عمليات القنص بين منطقتي باب التبان وجبل محسن، ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 13 قتيلا. يأتي ذلك بعد اشتباكات متقطعة جرت خلال الليل. وصف الحرس الثوري الإيراني الحادث الذي وقع أمس في منطقة سرفان على الحدود الإيرانية الباكستانية بالإرهابي. ورأى الحرس الثوري في بيان له أن الحادث محاولة لزرع الفرقة المذهبية بين أبناء محافظة سيستان وبلوشستان، وكان قد قتل أمس 17 عنصرا من حرس الحدود الإيراني، وأصيب 7 آخرون في اشتباك مع مسلحين عند الحدود الإيرانية الباكستانية. التظاهرات ضد الحكومة في السودان فجرت خلافات الحزب الحاكم. شخصيات بارزة في حزب المؤتمر قررت الانشقاق وتأسيس تيار سياسي جديد في وقت خرجت فيه إلى العلن مبادرة أوروبية للحوار بين الأطراف السودانية. ساعات قليلة لم تكد تمضي على إعلان غازي صلاح الدين ورفاقه توجههم لتأسيس حزب جديد بعد فصلهم من الحزب الحاكم في السودان، حتى بدأت أحزاب المعارضة بمغازلتهم. زعيم حزب الأمة القومية المعارض الصادق المهدي وصف حراك المجموعة بالمخلص والوطني، فيما عدى حزب المؤتمر الشعبي خطوتهم شهادة تخصم من رصيد غريمه السياسي المؤتمر الوطني. الحراك الذي تم في المؤتمر الوطني حراك مخلص ووطني ويتماهى مع التيارات الموجودة في الوطن التي تتطلع لهذا الأفق الجديد. الحراك يمكن أن يؤسس حزب وحزب مرحب به في الساحة السياسية، لأنه جاء في وقت نحن بنفتكر أنه مهم، وأثبت لنا كمان بشهادة من داخل المؤتمر الوطني أنه هذا الحزب ما عاد يحتمل حتى عضويته وقيادته. الله أكبر. الإصلاحيون رغم أن معظمهم من الوجوه المؤثرة داخل صفوف الإسلاميين بالسودان، إلا أنهم أعلنوا تبرؤهم من الحزبين الإسلاميين الحاكم والمعارض. نحن لن ندور في فلك أحزاب قائمة للمؤتمر الوطني ولا المؤتمر الشعبي، نحن سنقدم أطروحة جديدة وسنجعلها مفتوحة لملاك هذا القرار. ولا يستبعد أن تلقي خطوة الإسلاميين بظلالها على الحراك داخل صفوف الإسلاميين باختلاف لافتاتهم الحزبية. حزب سياسي جديد أو طريق ثالث في صفوف الإسلاميين، لكنه طريق حتما سيؤثر بشكل أو آخر على خريطة العمل السياسي بالبلاد. محي الدين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم، الميادين. ومن الخرطوم ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد المنعم أبو إدريس. سيد عبد المنعم، سأبدأ من السؤال الذي ختم به مراسلنا في الخرطوم، هذا الانشقاق اليوم كيف سيؤثر على خارطة العمل السياسي في السودان؟ وبالدرجة الأولى سيكون تأثيره كبيرا على خارطة المجموعات الإسلامية، تحديدا حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، باعتبار أن القيادات التي خرجت وأعلنت أنها ستؤسس حزبا جديدا وهي قيادات ذات خلفية إسلامية وظلت فاعلة في الحركة الإسلامية
منذ أكثر من 40 عاما ولها أدوار مختلفة في أوقات مختلفة، وهي تجد تعاطف في مجموعات من الإسلاميين سواء كان الذين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو في حزب المؤتمر الشعبي المعارض. بعد ذلك استطاعت هذه المجموعة أن تنهي جزء كبير من هذه الكتلة، قطعا سيكون لديها تأثير كبير في الساحة السياسية السودانية. يمكن أن تكون فاعل أساسي من حدث تغيير السودان في الفترة القادمة. نعم، طيب تعاطي المعارضة مع هذا الانشقاق أو مع الشخصيات التي انشقت من حزب المؤتمر؟ في اعتقادي أن تعاطي المعارضة مع هذا الانشقاق في باب المكايدة السياسية لحزب المؤتمر الوطني، لأن هذه المجموعة التي خرجت بالأمس أعلنت أنها ستؤسس حزبا جديدا، على الرغم من أنها في أوقات كثيرة تصرح ببعض الآراء الناقدة للحكومة، لكنها هي ظلت فاعلة وموجودة في حكومة المؤتمر الوطني منذ عام 1989. نعم. وظلت تتقلب أعلى المناصب وظلت فاعلة في هذا وظلت مؤثرة في سياساته وواضعة لسياساته. لذلك في اعتقادي أن مغازلة المعارضة من باب المكايدة لحزب المؤتمر الوطني. نعم، السيد عبد المنعم أبو إدريس الكاتب والمحلل السياسي حدثنا من الخرطوم، شكرا لك. إلى تونس، حيث أصدر سيف الله بن حسين المعروف بأبي عياض تسجيلا صوتيا جديدا توعد فيه رجال الأمن بما وصفه بسوء العاقبة. من جهة ثانية، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الحرس الحدودي في مركز الملة ومجموعة مسلحة في ولاية جندوبة شمال غرب البلاد على الحدود الجزائرية، وفق ما أفاد به مصدر أمني يشار إلى أن هذا المركز الحدودي نفسه كان قد تعرض سابقا لهجوم في 16 من الشهر الحالي. وفي التطورات السياسية، أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن حل الأزمة عبر الحوار الوطني يجري بإرادة داخلية من دون وساطة خارجية، وكانت جلسات الحوار قد استؤنفت في جلسة مخصصة لتأليف لجنة الخبراء وللاتفاق على برنامج عمل للأسبوع المقبل. قبول المقترحات بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة والبت في شكل الحكومة ومدة عملها محاور على طاولة البحث في أولى جلسات الحوار الوطني بعد أن تم التوافق على تركيبة لجنة المسار الحكومي. تم التوافق حول لجنة المسار الحكومي تكونت معناها من 5 أفراد تمثل كتل حزبية في الحوار الوطني، تنطلق مهامها انطلاقا من اليوم بتلقي مقترحات الأحزاب حول نوعية الحكومة وحول الشخصية الوطنية التي تترأس هذه الحكومة والمعايير. رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أكد بدوره على ضرورة الإسراع في إتمام المهام التأسيسية والمصادقة على دستور جديد للبلاد. الهدف متاعنا هو أن ما يخص الدستور يقع في 3 أسابيع، وفيما يخص الهيئة المستقلة للانتخابات يقع في ظرف أسبوع، وربما يكون هو المحطة الأولى في انطلاق أشغالنا. تأكيدات تتزامن مع عودة نواب المعارضة إلى نشاطهم في المجلس بعد 3 أشهر من الانسحاب، تناغما مع تعهد العريض صراحة بالاستقالة من رئاسة الحكومة وفق خارطة طريق الرباعي. اليوم عودتنا ستكون يعني منذ يعني اليوم، سواء كان في اللجان بالنسبة للجنة الفرز أو لجنة التوافقات، وكذلك يعني في الجلسات العامة، وكل هذا يندرج في إطار يعني التسريع والمزيد يعني تسهيل الطرق من أجل تنفيذ كل ما جاء في خارطة الطريق. حراك على أكثر من مسار وجهود تبذل من أجل تبديد حدة الأزمة، والعمل جار على إزالة العقبات والعراقيل التي تحول دون إيجاد الحلول المرجوة. تسارع في نسق أشغال الحوار الوطني بالتوازي مع أعمال المجلس التأسيسي بهدف إتمام المرحلة الانتقالية بعد تعطل إنهائها طوال عامين. بلال مبروك، تونس، الميادين. في الجزائر، أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني ترشيح الحزب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقبلة عام 2014. هذا الإعلان مثل مؤشرا إلى انطلاق مبكر لانتخابات الرئاسة في البلاد. محسن ساسي والتفاصيل.
مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في الجزائر تحتدم تساؤلات عن هوية الرئيس المقبل، وخصوصا أن المعطيات حول مرشح إجماع لا تزال غامضة. شخصيات كبيرة مرشحة لأن تؤدي أدوارا مهمة في الاقتراع الرئاسي الجزائري المقبل في نيسان أبريل عام 2014، فقبل أن يختار الحزب الحاكم الرئيس الحالي مرشحا للرئاسة أعلنت ثلاث شخصيات سياسية فقط ترشحها. الأمر يتعلق بإعلان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور نيته الترشح للانتخابات المقبلة، ورئيس حزب جيل جديد جلال سفيان، ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي. شخصيات جدية مرجح ترشحها للرئاسة لم تعلن نيتها الترشح حتى الآن، أبرزهم الأمين العام السابق لجبهة التحرير علي بن فليس المنافس الرئيسي لبوتفليقة في رئاسيات 2004. بن فليس الذي قاد الحكومة ما بين آب أغسطس 2000 وأيار مايو 2003 يعد المرشح الأبرز في رئاسيات الجزائر. تخمينات أخرى تذهب إلى أنه قد يجري إقحام الأمين السابق للحزب الحاكم عبد العزيز بن خادم لإضعاف بن فليس في بعض معاقله. تقارير تقول إن لائحة مرشحي رئاسيات الربيع المقبل ستضم كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى أسماء أخرى يجري إظهورها في مطابخ القرار. وعلى وقع تساؤلات عن إمكانية ارتسام صراع ثنائي بين مرشح الموالاة عبد العزيز بوتفليقة ومرشح المعارضة، يطرح اسم المخضرم مولود حمروش الذي عايش العديد من المراحل. مراقبون لا يستبعدون أن تكون لهذه الشخصيات حظوظ وافرة في الرئاسية المقبلة، وإن تأكد ترشحهم تكون سلطة مركز القرار في الجزائر قد حسمت الأمر بشأن إنهاء العهدة الثالثة ليسلم بوتفليقة مفاتيح قصر الرئاسة للرئيس المقبل. في البحرين خرج المئات لتشييع فتى قتل منذ عدة أيام في تظاهرات تحولت إلى مواجهة مع الشرطة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع، يأتي ذلك في وقت دافعت فيه السلطات البحرينية عن استخدامها الغاز ضد المحتجين. غاضبون تجمعوا في قرية بني جمرة شمال العاصمة المنامة بعد الانتهاء من مراسم جنازة فتى تضاربت المعلومات حول وفاته. جانب من المعارضة يقول بأنه قضى بسبب قنبلة صوتية ألقاها رجال الشرطة بالقرب منه، فيما تقول السلطات الرسمية بأنه توفي أثناء محاولته تصنيع عبوة ناسفة. ما انتهى المشيعون من تشييعهم حتى داهم رجال الشرطة المقبرة وحاولوا تفريقهم بالقوة. المواجهات انتقلت إلى الشوارع المجاورة على الرغم من تقلص عدد المحتجين، لكنهم اصطدموا مع الشرطة بغضب وأغلقوا الطرقات بالحجارة والألواح الخشبية ورددوا هتافات تدعو إلى إسقاط الملك. الشرطة استخدمت الطائرة المروحية لمراقبة المحتجين الذين انتشروا في كل أرجاء القرية بعد ساعات من فض التشييع. الغازات المسيلة للدموع غطت سماء المنطقة بعد الاستخدام المكثف من قبل رجال الأمن، وهو أمر بات محل عتب دولي ضد حكومة البحرين المتهمة بالإفراط في استخدام هذه الغازات. وينضم إلينا في الاستوديو رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع. سيد يوسف أهلا بك في استوديو الميادين. بداية، يعني بعد فترة هدوء شهدها البحرين نشهد اليوم تزايد في الحركات الاحتجاجية وتزايد في المواجهات مع قوات الأمن التي بدورها يعني تزداد في عمليات القمع، الأسباب؟ ليس أمام اليوم البحرينيين إلا أن يواصلوا حراكهم السلمي وحراكهم الشعبي. أي محاولة للتراجع سوف يكون مقتل للمطالب التي رفعوها في دوار اللؤلؤة في 2011، وبالتالي يعني كم التضحيات وكم الانتهاكات لن يؤثر على البحرينيين، لأن هناك مؤسسات سياسية تعمل وهناك حراك شعبي موجود على الأرض، وبالتالي على السلطة أن تستجيب لهذا الحراك الشعبي. طيب في حال لم تتم الاستجابة، يعني تقول منذ عام 2011 ترفعون مطالب حتى الآن لم يتحقق أي من هذه المطالب، إذن
هناك فصيل في داخل البحرين في السلطة البحرينية يرى بأن أي تقدم لتحقيق هذه المطالب سوف يكون على حسابه. هذا الفصيل هو يدير الدولة بعقلية الفرد، يمنع المواطنين من المشاركة الفعلية الحقيقية، ويسخر كل ثروات البلد لصالحه، وبالتالي هو سوف يستمر يتعاون مع من يتعاون معه من الإقليم من أجل أن تبقى البحرين هكذا في أزمة سياسية طاحنة. طيب أستاذ يوسف، يعني تقول بأن هذه المطالب حتى الآن لم تتحقق في ظل تعنت بعض فريق داخل السلطة الحاكمة داخل البحرين، لكن يعني من الواضح أن هذه التحركات في الشارع لم تؤتي نتيجة حتى الآن. طيب هل من تحركات بديلة؟ هل هناك نشاطات بديلة أو موازية للتحركات بالشارع تقومون بها؟ يعني البحرينيون عامة يشتغلون ضمن ثلاثة أسقف: السقف السياسي، وهناك جمعيات سياسية مسجلة داخل البحرين وتشتغل وهي موجودة الآن بالحوار الدائر وإن علقت مشاركتها، وهناك سقف آخر سقف حقوقي، والبحرينيون يعني امتلكوا حضورا جيدا لا سيما في وسط المؤسسات الدولية وتحديدا في جنيف وفي المجالس المنتخبة في أوروبا وفي بعض الدول ولا سيما في بريطانيا. وهناك سقف ثالث، هناك سقف شعبي، هذا السقف متواصل ومن حقه أن يتحصل على حقوقه، لأن هناك دولة تحاول أن تمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم. هذه الأسقف الثلاثة إذا اجتمعت ستحقق في النهاية كثيرا من المطالب. وأود أن أشير إلى أن للأسف حكومة البحرين تسببت في عدم تعاونها مع مطالب البحريني إلى أن يتحول الملف اليوم إلى ملف إقليمي. حكومة البحرين مسؤولة كيف تحول هذا الملف اليوم إقليمي؟ اليوم نحن نتصور بأنه في المرحلة القادمة سوف تكون هناك نوع من الزحزحة للملف البحريني من مستواه الوطني إلى مستواه الإقليمي، وحكومة البحرين معنية. هناك تحركات في المنطقة الإقليمية في إطار التطورات التي المربوطة بالملف في سوريا، المربوطة في الملف في التجاذب الإيراني السعودي، التجاذب الإيراني الأمريكي. سوف يكون الملف البحريني حاضرا، وأعتقد بأن الحكومة البحرينية هي المسؤولة عن هذا الأمر. طيب سيكون حاضر في أي إطار؟ هل ستناولون هذه المطالب التي كنا نرغب أن يكون الملف وطني بامتياز، ولكن للأسف انتقال الملف إلى يعني الوسط غير الإقليمي سوف يكون يعني مدعاة للأخذ والرد، وبالتالي نحن نتصور أنه في المرحلة القادمة سوف تكون السلطة في البحرين والحكومة في البحرين مضطرة إلى أن تخضع كثيرا، ولكن نحن كنا نود أن يكون الحل داخليا. يعني في انتظار الحل. أستاذ يوسف ربيع، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، شكرا لك لحضورك معنا في استديو الميادين. أكد البيان الختامي للمؤتمر العام الأول لمسيحي المشرق الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت أن هؤلاء هم أبناء المنطقة ويجب أن يبقوا في مناطقهم. وشدد البيان على ضرورة تفعيل الحوار بين المسيحيين المشرقيين وإخوانهم المسلمين بغية تعزيز التفاهم. كذلك أكد ضرورة تكليف لجنة من الهيئة الإدارية وضع دراسات لحماية المسيحيين كي يتابع اللقاء المسيحي أعماله. وتنضم إلينا في الاستديو مفادة الميادين إلى المؤتمر غراسيا بيتار. غراسيا، لو أخبرتنا عن أبرز مقررات التي صدرت عن المجتمعين في هذا المؤتمر. نعم دينا، مقررات المؤتمر جاءت عمومية إلى حد ما إذا جاز الوصف، فقد أتت على ذكر ما يعاني منه المسيحيون في بلدان المشرق كلبنان وسوريا والعراق وفلسطين وغيرها من الدول التي كانت ممثلة في المؤتمر من ضمن 12 كنيسة. البيان الختامي شدد على أهمية أن يتشبث المسيحيون المشرقيون بأرضهم وأن لا يدعوا أي ظروف تدفعهم إلى الهجرة، وهو دعا أيضا إلى بث روح التفاهم والحوار بين مكونات المجتمع كافة مسلمين ومسيحيين، بالإضافة طبعا إلى الإعلان عن النية في متابعة الشؤون المسيحية عبر آليات عمل يكشف عنها لاحقا. دينا، لم يكشف عنها هذه المرة. طيب غراسيا، لماذا وصفت هذه المقررات بالعمومية؟
في الواقع دينا، هذا التوصيف أطلقه كثيرون ممن شاركوا في المؤتمر، يعتبر هؤلاء أن المداخلات جاءت أجرأ وأوضح من البيان الختامي. ففي المداخلات مثلا يكشف العراقيون أن نسبة هجرة المسيحيين تبلغ 60% في العراق، وفي مصر يبلغ عدد المسيحيين 18 مليون شخص على عكس كل ما يتداول به عادة، وعلم القاعدة الذي يحل محل الصليب في الرقة في سوريا، بالإضافة إلى مداخلات كثيرة طالبت مثلا بتشكيل لوبي ضاغط على كل الأنظمة الحاكمة في الدول المشرقية بغية إنصاف المسيحيين والمساهمة في وضع حد لما يسمونه مشروع إفراغ المنطقة من مسيحيها. كثيرون دين في هذا المؤتمر تحدثوا بنوع من الغضب عن شتاء مسيحي في ظل ما يوصف بالربيع العربي، وطالبوا بمقاومة مسيحية ورؤية مسيحية مشرقية موحدة. هذا كله بالطبع لم يرد في البيان الختامي لهذا المؤتمر، ربما في المؤتمر المنتظر دينا الأسبوع المقبل والذي سوف تتابع الميادين وقائعه بالطبع. نعم غراسيا بيتار، شكرا لك. 13 سجينة أجنبية من بنغلاديش وأثيوبيا يقبعن في سجن في بعبدة في لبنان، جريمتهن الوحيدة انتهاء صلاحية إقامتهن، وإضافة إلى معاناتهن داخل السجن ومرض السل الذي يفتك بهن، فهن محرومات حتى التحدث إلى أهاليهن من سجن النساء في بعبدة. تقرير بسانترف. من سجن الفقر هربنا سعيا وراء حلم بالعمل لدى عائلة تشفق على غربتهن، رحلة بدأت بحلم وانتهت بين القضبان. 13 سجينة أجنبية أوقفنا إما لهروبهن أو لعملهن من دون إقامات أو بسبب انتهاء عقود عملهن داخل الأراضي اللبنانية، فنيل الحرية يتوقف على دفع قيمة إقاماتهن، ولهذا سخرنا داخل السجون كخادمات ليتمكننا من تحصيل كلفة إقامة عبورهن إلى بلادهن. مخدوعين سميز يعني بتلاقيهم إنه من أمر البيت المسؤول عن البيت، هون نفس الشيء كمان بحسوا حالهم هن أقل من اللبنانيات، يعني حتى أوقات بيضطروا يشتغلوا مثل ما عم يشتغلوا ما هي وظيفتهم برا، يعني اللي بتشتغل بخدمة منزل كمان هون بتشتغل للسجناء وتساعدنا وكإدارة كمان نفس الشيء. أقام في مشكلة في غنى واحد خلاص واحد ما في تليفون بنغلاديش أبدا، بيو مريدة أنا كمان مريدة، ما في أكل ما في شيء بدن، وين جبتي بدن؟ ما في مصاري بدن دواء ما شطيتي به يا دولة. ماريا ألقي القبض عليها بعدما رمت بنفسها من على الشرفة هربا من تحرشات مخدومها المتكررة. مستر أوسكي وبيرا بس تنفوت نامي وراي روحي أوضة نامي مدام نامي فوق. أما صوفيا فحالها كحال رفيقاتها، حرمانهن التحدث إلى أهاليهن زاد عليهن وحشة السجن. أنا ما بعرفش يعني حكومة أنا خلصت هلا 200,000 لي مصاري بتنام دفع، بس أنا ما أدفع مصاري ما في ماي مصاري. مرض السل فتك بهن وألمهن قبل زجهن بين القضبان، مع تسجيل غياب تام للجمعيات المفترض بها الاهتمام بوضعهن الصحي والنفسي أو إعطاؤهن المعلومات اللازمة بخصوص الاستشارات القانونية. أي سجينة أجنبية أم لبنانية بنعملها فحوصات تنشوف إذا عندها شي مرض، أكتريتهم الأجانب يجي معهم السل. ما شكيت أنا تليفون بدن في ما في حكومي ما في بدن ما في أنا تليفون ما في حدا خبر على شيء، بس أنا كل يوم بالليل أبكي استلقت لأولادي الصغيرة في قرزاتك مات. سجينات ينتظرن حكم القضاء ليحدد مصيرهن، حكم يرى بعضهن أنه يحتاج إلى التدقيق لتحديد هوية الظالم من المظلوم. لم يعلمنا أن الحظ السيء سيقودهن إلى هنا يرمي بهن وراء قضبان هذا السجن، تركنا بلادهن ليعملن خادمات، فإذا بالظروف القاهرة تجعل من رحلة الفقر والعذاب في بلادهن رحلة ثانية من العذاب في أرض الغربة. بسان طراف من أمام سجن النساء بعبدة المركز لبنان، الميادين.
تظاهر الآلاف في واشنطن ضد برنامج الرقابة التابع لوكالة الأمن القومي الذي كشف عنه المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، ورفع المتظاهرون شعارات ترفض قيام الوكالة بعمليات التنصت، وعبروا عن غضبهم من فضائح التجسس التي يكشف عنها. ليست ميركل وحدها التي تقرأ ما على هاتفها، عيون الاستخبارات الأمريكية كانت تشاركها ذلك لأكثر من 10 سنوات. هو اتهام نفته الإدارة الأمريكية المحرجة بفضيحة التنصت التي ذاع صيتها في العالم كله، فضيحة مثلت صدمة للأصدقاء، فالدول الأوروبية اكتشفت أن الحليف الأمريكي يؤدي دور الأخ الأكبر، يراقب سياسيها ومواطنيها منذ سنوات عديدة. أبصرت الأزمة النور حين قرر عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن فتح الملفات السرية، ما هز أمتن العلاقات الخارجية لبلاده. منذ الحرب العالمية الثانية لم يقع خلاف دبلوماسي كهذا بين ألمانيا والولايات المتحدة. غضب برلين من التسريبات دفعها إلى استدعاء السفير الأمريكي للمرة الأولى، احتجاج سجلته باريس مع السفير لديها أيضا. فروع التجسس بحسب مجلة ديرشبيغل الألمانية منتشرة في نحو 80 موقعا حول العالم، من ضمنها عواصم أوروبية مركزية كباريس ومدريد وروما وغيرها. محرجة هي الولايات المتحدة ومنهمكة بالتبرير لحليف تلو الآخر، أما المجتمع الدولي فمشغول بوضع خطط لمواجهة التجسس الأمريكي. باريس وبرلين تريدان توقيع اتفاق مع واشنطن لوقف التجسس، ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار أممي حول حماية الحريات الفردية يشمل أنشطة الإنترنت. كل يوم تتنافس الصحف العالمية في كشف معلومات جديدة توسع دوامة التجسس الأمريكية، وتقول إنها لم توفر حتى أهم حليف استراتيجي لها، ليس فقط قلب الولايات المتحدة على إسرائيل، عيون وأذان استخباراتها تلاحق مسؤوليها أيضا. أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف إلى أن نشر جماعة أنصار بيت المقدس فيديو محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم جاء نتيجة علمهم بأن أجهزة الأمن باتت قريبة من القبض على كل العناصر الذين شنوا هذا الهجوم. وكانت جماعة أنصار بيت المقدس قد بثت الفيديو الذي يظهر منفذ العملية وهو يراقب منزل الوزير ويعاينه حتى لحظة التفجير. وكشفت الجماعة أن منفذ العملية يدعى الرائد وليد بدر، وقالت إنه ضابط سابق في الجيش المصري. بداية أحب أن أوجه كلمة للشعب المصري، فأقول له إنما رأيتموه من التيارات الإسلامية التي شاركت في العملية الديمقراطية ليس هو الإسلام الذي دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو إسلام مسخ مشوه ليس فيه من الإسلام شيء سوى اسمه. وليعلم كل مسلم غيور على دينه أن له إخوة موحدون لم يرضوا عن هذه المهزلة المسمى بالإسلام الديمقراطي، ولم يلهثوا خلف منصب أو حزب، ولم يتنازلوا عن ثوابت دينهم لأجل مصلحة مزعومة أو متوهمة، بل لقد كنا وما زلنا ننصح الإخوان المسلمين والسلفيين باتباع منهج الرسول والصحابة والتابعين والبعد عن سبل قد ابتدعها الغرب وأراد أن يدخلها علينا ليفسد بها ديننا، ولكن هيهات هيهات. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل أحد عناصرها صباح اليوم خلال حادث عرضي في نفق للمقاومة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت مصادر طبية للميادين أن الشاب يدعى صالح يوسف البشيتي وأنه من سكان حي تل السلطان شرق مدينة غزة. أما الآن فإلى أخبار الرياضة مع زميل محمد جرادي. محمد مساء الخير وإليك. مساء الخير دينا، شكرا لك. السلام عليكم. حتى ساعات الفجر الأولى دامت الاحتفالات في مقاطعة كاتالونيا فرحا بفوز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد ضمن المرحلة العاشرة من الليغا الإسبانية. الجمهور ملأ الشوارع بعد انتهاء كلاسيكو شهد تألق البرازيلي نيمار بعدما افتتح التسجيل لأصحاب الأرض. فوز البرشا على النادي الملكي هو الأول منذ عامين ليعزز به رصيده في صدارة البطولة ب 28 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام الريال في المركز الثالث.
الشعور بقيادة مباراة كلاسيكو ليس مهما بقدر نتيجة الفوز. لعبنا مباراة دفاعية لذا عجز عن خلقنا. لا يمكننا الاحتفال مبكرا، ما زلنا في المرحلة العاشرة. هدفنا توسيع الفارق أكثر مع أتلتيكو مدريد كما الريال. أعتقد أن النصف الثاني من المواجهة كان جيدا، لقد ضغطنا عليهم ولعبنا أفضل منهم، سيطرنا على المواجهة وحاولنا التسجيل حيث أتيحت لنا فرص عديدة. هناك ركلة جزاء كانت واضحة لي، رأيتها كما رآها الجميع ما عدا الحكم لم يرها. وفي مكان محايد داخل الكامب نو جلس مدرب برشلونة السابق تيتو فيلانوفا لمشاهدة أول كلاسيكو منذ مغادرته بطل إسبانيا. الجمهور رحب بالضيف العزيز وحمل لافتات باللغة الكتالونية تشجع تيتو. حملة الترحيب والتشجيع تأتي استمرارا لمكافحة فيلانوفا مرض السرطان الذي يعانيه منذ العام الماضي. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث حقق الإسباني ديفيد فرير فوزا سهلا على مواطنه نيكولاس ألماجرو في نصف نهائي بطولة إسبانيا. المواجهة الإسبانية الخالصة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب في معظم فتراتها. فرير استطاع إنهائها بمجموعتين نظيفتين وضرب موعدا في النهائي مع الروسي ميخائيل يوجني الفائز بدوره في المواجهة الروسية على مواطنه ديمتري تورسونوف. قمة أمريكية صينية في إسطنبول، البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، تختتم منافساتها بلقاء سيرينا ويليامز ولينا. الأمريكية وصلت نهائيا من بوابة الصربية يلينا يانكوفيتش ابنة 32 عاما، فازت بصعوبة بمجموعتين لواحدة في مباراة استغرقت 2:06. المصنفة أولى عالميا تطمح إلى إحراز لقبها الرابع في البطولة، سبق لها الفوز في نسخ أعوام 2002 و2009 و2012. بدورها بلغت نا النهائية بتفوقه على تشيكيا باتراك فيتوفا بمجموعتين متتاليتين. الصينية أنهت اللقاء بواقع 6-4 و6-2. فوزها ارتقى بها إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي وباتت صاحبة أعلى تصنيف آسيوي على الإطلاق. في العاصمة لندن جدد الأمير ويليام انتمائه إلى نادي أستون فيلا، كما يتمنى أن يصبح نجله عاشقا لفريق مدينة برمنغهام. كلام الأمير جاء في مناسبة مرور 150 عاما على انطلاق كأس إنجلترا. ويليام طالب الجمهور وعلى رأسهم رئيس الفيفا في سيب بلاتر بمكافحة العنصرية، خصوصا بعد تصريح مهاجم مانشستر سيتي يايا توري بمقاطعة لاعبي البشرة السمراء لبطولة العالم في روسيا 2018. ذكرى تأسيس المنافسة الأقدم في إنجلترا بدأ الاحتفال بها في 7 من الشهر الماضي حين استضاف قصر باكنغهام مباراة ودية بين بوليتكنيك وسيفيل سيرفيس. من قال إن السن المتقدمة يمكن أن تقف حائلا دون التألق في عالم الساحرة المستديرة؟ الحارس الإيطالي لامبرتو بورانجل أمتع جماهير بارما بحرصه على نظافة شباك فريقهم وهو في 71 من عمره. بورانجا خطف الأضواء في الذكرى المئوية لتأسيس بارما. الحارس الذي حمى عرين الفريق بين عامي 78 و80 جدد ولاءه لشعار النادي بتصديه لكرات النجوم السابقين للفريق برشاقة واندفاع. إلى هنا نصل إلى ختام الأخبار الرياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك دينا مجددا. شكرا لك محمد. فقراتنا الأخيرة في النشرة صور بين الماضي والحاضر.